دور عندك شو ممكن تحصل. ها لا الحمد لله. شو ايوه خليني كده اعمل نفسي بدري كده افضل ان شاء الله بعيد عن الهضنات مكان مرتفع شويتين ذاك الفندق هذيك مواقف خارجية شونا ايمن وقف سيارتي هناك برضو ما تطمن
هذول موظفين في نفس الفندق عمال يطلع دبابات اللي جوا ما يعرفوا يعرفوا الناس اصحابها لا فعلي خير على قولهم جالس يطلع دبابات اللي برا اللي جوا اي منوقف سيارتي هناك انا والله ما طمنت الله خليني اوقف فوق هناك احسن خليني اكلمه يطلع يوقف فوق احسن له انا ما شاء الله امطار من امس من تقريبا الساعة 2 الليل بنجير بنجير جايز احلى شيء جماعة في الاجواء كده والله حمار والله الله ده فرش والله هناك اعلى حمار صلى الله عليه وسلم بانجير جايز بانجير دي دبان هوتيل دي بوكيت والله خلي جماعة الخير بغيت اوقف سيارتي هنا امس بغيت عشان بنظف السيارة يوه الله انا عدوت سيارتي الموية كلها جوا الله يعين الله يعين والله نجير بغيت اوقف سيارتي هنا امس قلت والله اوه عاد سيارة الله مستعان شفت سيارتي كانت جوا قبل شوي المواقف الحمد لله انا طلعتها اي والله يا جماعة الخير الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر الحمد لله
ايمن صورنا. وريك الانقاذ فرتين. وين؟ هذا راحت السيارة. وامسى. انت لسه بس انا قلت احط فوق هناك. بقول لك السيارة كمان ولا ايش؟ ما عندي امور كثير. ها كذا. وي. الله شوف اخوان يا حتى سيارات موقف هنا قبل ما يدخلوا. كويس ان الحارس وقفهم هنا قال احد يدخل. الان عندنا رحله للرافتنج والفيله والقرود. كنسل يا ابوي كيف تلعبوا رافتنج هناك وبين الجبال وخطير جدا يا جماعه الخير مره ما يصلح نهائيا. الامطار زي كذا واحنا الان في كماله شارع كماله او شاطئ كماله. واو 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 ما شاء الله تبارك الله. وي احلى شيء صراحه. يلا بندور على الفطور جماعة الخير. طبعا في باتون تقريبا 10 كيلو من هنا. باتون نسبة يقول 20 او 16% مسلمين. اكل حلال بسيط يعني هناك. في يعني اقصد من اليوم يعتبر نسبة من باقي مناطق بوكيت هنا 16% فيها مسلمين. لكن بعد باتون تدون اللي هو شاطئ كاليم شاطئ كمالة. كل هذه المنطقة فيها مسلمين عدد كبير. يعني اذا تمشي الان زي انا ماشي انا بدور فطور اكل حلال مليان هنا مطاعم حلال على قولتهم. اوكي جايز دي باتون بانيك اوران بيرسن دوبلو بيرسن نمبلاس بيرسن اوران اسلام كيتا مكانان حلال. نعم jadi kalau kita mau makan halal banyak di setelah patung ada pantai kalim pantai kamala ini jadi orang Islam kita ramai di sini, makanan halal banyak banget di sini, masya Allah tabarakallah. Sekarang saya mau cari sarapan dengan keluarga saya, jalan kaki. Saya mau cari makanan sarapan pagi. Hai, kalau kira hari ini kita ada jadwal mau ke rafting, mau ke gajah, tapi tidak bisa lagi karena hujan ini. Kita cancel dulu besok aja, insya Allah. طالع يا الله 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 سيارات في اي بي شيل المظله خلاص نصور زي الناس. هنا هنا في اكل حلال هنا 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 يمين ده لحد محل مساج قفله غرقوا المريخات الله 7-11 اهم شيء سبن لبن ما يعرف انه فستان زي كذا.
لان هي مو عارفه نازله من فوق. الثاني يقول لك سياره تشرب هذا تشرب المويه تشرب المويه هذه كلها هذه تشرب نازله من ورا. اي راح ادور فطور الان. هاي يلا يلا خلي فطور يفيد يكون الحين. هاي شو اللي بيدور الفطور تو تماسيح بس. أكوما هذا لسه ما جينا في موسم فيضانات فيضانات الله ما عاد يتحركوا نهائيا. هذا لسه ماشي الشارع على فاضي. جدة زعلانة. شو 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 الله 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 الله. طيب الطيب كفو ما شاء الله تبارك الله. شو شايل شايل على مد الوطن. ايوه 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 الثاني قال شاي كرك. المنظر كيف وقنا سلام. أخيرا حصلنا أكل يا جماعة الخير. الله أكبرك الله. آه إيش حصلتم؟ ما شاء الله تبارك الله. وي وي ما شاء الله الحمد لله. بعد ما دقينا مشي تقريبا ها تقريبا كم متر أيمن من الفندق؟ كذا قريب 200 متر بس 100 متر. شو فندق راح؟ كل الاكلات حلال وكل شيء ما شاء الله. اوكي قاعد في ثلاث دنيا ساعتين هذا مكان اللي قاعد هذه الاكلات ما شاء الله تبارك الله. ها ايش اخذت؟ اشوف ها شكل ما اخذت الباقي. بس بقول له ايش؟ اه حقكم. حقولي ده ما شاء الله. ايش تاكل ايمن؟ دجاج. وي. قول. انا ما كله. الله. والله
على الامطار وجوع وي شاي كرك على الماشي شاي كرك شاي كرك مطبوخ من الجبل مطبوخ من الجبل قبل انا اشتريت ناس يقولوا اربعة اشتريت هنا اربعة كل على بعض 12 ريال 120 باع خير خير يعني 12 ريال دجاج والرز وهذا الان رجعت للفندق ثاني مرة ظلمة صح قفلين اللمبات بعد ما خف المطر الآن الحمد لله هنا في طريقة طلع أهلي ليه الفندق قال أنا بلاك كان ما سوق الهوتيل إذا ده عاير كان بانجر اوكي يا حبايب الغالين الحمد لله شفت لما شفت الان فلوق امطار الان في بوكيت تحديدا في كماله وي شايفين الاجواء وراك يلا لا تنسوني نشترك في قناتي انا عدنان الجاوي تشوف لقات ثانيه طبعا دائما باللغه الاندونيسي وشوي نخش بالعربي اوكي دائما في مكان سيت مدن سوموس يبغى نطلب جيسي انا عدنان الجاوي شغل سبسكرايب كنت اكتب الفلوق لاقي جايز كنت هذا بوكيت كمان كنت جمعنا وجان بانجر دي بوكيت كمال اوكي سي يو اجين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شايين جماعة الخير معروف في تايلاند. لا لا هنا شو هذا مريال هنا. هنا المقطع اللي سويناه قبل شوية طقطقة بس ها لا تحسوا انه شرب من جد هذا العصير صحيح.